سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الأشخاص الذين ذكرتهم من قبل. نقوم بالضغط هنا على تطبيق فيسبوك، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الإشعارات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإشارات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الأشخاص الذين ذكرتهم من قبل، قم بالضغط عليه. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل الأشخاص الذين ذكرتهم من قبل. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.